هنا في المسبح الكبير للعاصمة المغربية الرباط إقبال قياسي، ما بين 5000 و10000 زائر يوميا من المغاربة الباحثين عن انتعاش صيفي في المياه هربا من الحر الشديد. كاين الحرارة بزاف، وهذا هو الدفع اللي خلانا نجيو نتبردوا شوية في لابيسين. كنجيو لابيسين للبحر، هو اللي كنجيو لي باش نتبادل شويه. تبارك الله، البيسين اكبر بيسين في افريقيا ونقي، وداك الشيء صراحه معتبر. وتمجيه الثمن 10 درهم ماشي شي حاجه اللي كثيره. ضروري من البحر، ولا مع الحراره ما تقدرش، ضروري خاص تبرد ضروري. هي راه مجهد هذا العام، هي بصح هاد النهار بعدا كاين شويه البروده، وبعد قررنا نجيو للبيسين ندوزوا الوقت نساو شويه الشمس والحراره والخدمه. في شارع الجزاء الأكبر في أحياء الرباط العتيقة تنتعش محلات بيع العصائر، كلما ارتفعت درجات الحرارة صيفا من عصير قصب السكر إلى عصير آخر منعش بفواكه موسمية. العصير تيبغيو في الصيف، أصلا قصب السكر تيكون مطلوب بزاف في الصيف. كنستافدوا من موجة الحرارة، وكيكون يقبل العصير بزاف، وكيكون الحمد لله بزاف ديال الناس كيكونوا القوار بزاف الحمد لله، وكيكونوا بزاف الكليان. في يوميات الصيف مغربيا لا تتوقف النشرات التحذيرية اليومية من المستوى البرتقالي من الأرصاد الجوية، وتصبح حمراء اللون في بعض أيام الصيف. للعام الثاني على التوالي يسجل المغرب درجات حرارة صيفية قياسية، فلا يجد المغاربة أمام هذا الوضع إلا الهروب الجماعي إلى الشواطئ والمسابح. عادل الزبيري، الحدث، الرباط. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.